السلام عليكم. ما بين كل وقت والتاني كده المنصات الإخوانية واللي بيسموا نفسهم معارضين بيختلقوا قضية من لا شيء ويقول لك خلاص أمريكا هتعاقب مصر، أمريكا هتغزو مصر بكرة الصبح، خلي بالك يا سيسي عشان أمريكا هتشيلك. أكيد أنتوا سمعتوا هرتلة زي دي قبل كده من العيل العيال اللي ناكش شعره وعامل فيها سياسي محنك وهو هربان في أمريكا، وطبعا مش ناسي العلامة اللي سابها له الصول زكريا في منطقة حساسة. المهم البغل ده بيروج لإيه وعايز يوصل لإيه؟ بيقول لك ان السيسي بيساعد بوتين للالتفاف على العقوبات الامريكيه والغربيه، وكان مثلا ان دي حاجه عار وهنتكسف منها وما ينفعش ان مصر تعملها. ايه المشكله يعني؟ عايز تقول ان امريكا هتغضب على مصر ان هي بتساعد روسيا؟ يهبل امريكا تخبط دماغها في اوسخ حيطها، ايه المشكله؟ انت فاكرنا هنخاف؟ طيب هي مصر ازاي ممكن تساعد روسيا؟ في اغسطس 2022 نشرت شبكه بلومبرج تقرير صحفي بتقول فيه ان روسيا لقت طريق جديد لاسواق النفط من خلال ميناء مصري. تفاصيل الخبر بتقول ان في ميناء مصري اسمه ميناء الحمراء بيطل على ساحل البحر المتوسط على بعد 120 كيلو غرب مدينه الاسكندريه. الميناء ده بيمتلك 6 صهاريج تخزين قادره على استيعاب 1.5 مليون برميل من النفط الخام. حلو الكلام ده؟ الكلام لحد هنا حلو قوي وجميل وزي الفل، بس خلي بالك من اللي جاي عشان مهم قوي. شبكه بلومبرج بتدعي ان هي رصدت شحنه كبيره من النفط الروسي متجهه لميناء الحمراء وفقا لبيانات تتبع السفن. افادت التقارير ان الشحنه تضمنت 700,000 برميل من النفط الروسي تم نقلها لميناء الحمراء في 24 يوليو 2022. التقرير عايز يقول انه باختصار مصر بتقوم بتهريب النفط الروسي مقابل عملات كبيره، يعني روسيا مش هتقدر تبيع النفط بتاعها علشان عليها عقوبات، فتروح بعتها لمصر اللي هتاخده بسعر رخيص وتعيد بيعه بطريقتها هي وتكسب هي ملايين الدولارات من اعاده البيع باسعار اعلى. يعني التقرير بيقول ان مصر اتحولت لسمسار للنفط الروسي. طيب فين المشكله؟ ايوه يعني فين الفضيحه؟ يا ريت تشاورلي على الضرر ولا اتناقش معاك فيه. يا سيدي احنا احرار، نبيع نفط روسي، نبيع جبنه براميلي، احنا احرار. انت مالك؟ انت فاكر ان امريكا ممكن تمنعنا عن السمسره في النفط الروسي او غيره؟ تبقى عبيط وعطل اكتر ما انت بالمناسبه. طيب بلومبرج بتقول ايه كمان؟ تقرير بيقول ان صهاريج النفط في ميناء الحمراء انشئت للتعامل مع خام النفط المنتج في الصحراء الغربيه لمصر، لكن حاليا بيتم تخزين فيها النفط الروسي بعد ما بيتم خلطه بالنفط المصري واعاده بيعه على انه خام مصري مش روسي، وان في ناقلات نفط عملاقه بتنقل النفط من روسيا لمصر وبعدين بتنقل النفط المصري اللي هو خام مصري مخلوط بخام روسي وتوزعه على كل انحاء العالم، زي مثلا الناقله كريستد والناقله كريس. يا عم احنا احرار، نهرب نفط روسي، نهرب سمنه بلدي، احنا احرار. لو انت ولا اسيادك الامريكان رجاله تعالوا امنعوا عمليات التهريب دي زي ما بتقولوا. لكن تعالى هنا، هو في دوله واحده في العالم مش بتلتف حوالين القوانين الدوليه بطريقه ما علشان خاطر مصلحتها؟ يعني الكيان الصهيوني من اول يوم اتاسس فيه هو بيرفض كل الاتفاقيات الدوليه، هو بيرفض الاعتراف باي مواثيق تجاريه او عسكريه. المسدسات نفسه نفذ عمليات تهريب مخدرات وسلاح وتورط في ملفات دعاره ودنيا خربانه، وانت بتقول لي مصر متهمه عشان بتهرب نفط روسي؟ يعني سبت قضايا الفساد في البحريه الامريكيه وتهريب المخدرات على الحدود مع المكسيك وجرائم الحرب اللي عملتها امريكا في العراق وفي افغانستان وفي غيرها، وجاي تقول لي مصر بتهرب نفط روسي؟ طب انت مش حاسس انك لمؤاخذه نغل؟ ما هو انت مالكش وصف تاني غير نغل الصراحه، اهو دي كلمه معناها لمؤاخذه يعني ابن حرام. وبصراحه اعلام الاخوانجيه والمعارضين كلهم نغوله لمؤاخذه يعني، ليه بقول عليهم كده انا بقى؟ عشان النغل من صفاته انه قواد على اهل بيته، والاخوانجيه اكتر ناس خبره في القواده. ما هو الخليفه اردوغان اكبر قواد في العالم حاليا وزعيم عاصمه الدعاره انقره على سن ورمح، والاخوانجيه وشله العيال الشمال ما عندهمش اي مشكله ان امريكا تحتل بلدهم مصر بكره الصبح طالما ان ده هيشيل السيسي من الحكم. اخر نقطه بقى عشان نقفل ملف النفط الروسي ده، هو ان الاخوان والمعارضه بيقولوا ان تهريب النفط عباره عن صفقه ما بين السيسي وبوتين، منها السيسي يلاقي معاه حليف قوي زي بوتين ويستفيد ماديا من فرق السعر الكبير بتاع اعاده بيع النفط، ومنها ان بوتين يعرف يحافظ على معدل النمو الاقتصادي الروسي وكمان يمنع تدهور الروبل وسقوطه امام الدولار. طيب على فكره لو كانت الصفقه دي حقيقيه فعلا ما بين مصر وروسيا او ما بين السيسي وبوتين، فانا اول واحد طالع طبل ليها اهو وبدافع عنها، ولو امريكا عايزه تهرب النفط بتاعها هي كمان وماله طالما هتدفع المعلوم. يا حبيبي احنا مع مصلحه بلدنا، واي دولار يدخل البلد احسن مليون مره منك ومن وش بايدن بتاعك. لا واحنا بنحبه قوي عشان نعمل خاطر اللي زعله، يعني ما تخلينيش اقول كلام بس اتحاسب عليه قانونيا. يا ريت تقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في الصفقه دي ما بين السيسي وبوتين لو كانت حقيقيه زي ما الاخوان بيقولوا. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لك يا مصر السلام.